شغل. كنا حكينا دكتورة سمية في الأوف، قلنا معنا لهنا الموقع خاصة متاع الطب العام لهنا، حكينا على لا سنتراليزاسيون، قلنا اسكو توانسة الكل مستنفعين بهذا الاختصاص، نجم نقولوا نحن المتشعب والمتعدد الاختصاصات، والا ممكن ثم كذلك خاطر لهنا نعرفوا كونوا الطب العام ممكن اكثر نسبه نتاع اطباء موجودين كما نقولوا نحن في تونس العاصمه واحوازها، ولكن احنا السيبل نتاعنا كونكم تكونوا موجودين في ال 24 ولايه ولا في الخمسه اقاليم. احنا فما قوله قولوها شيء نقولوا سمحني باش نقولها لكم فرونسي بعد ترجمه. لو ميدسان جينيراليست اي لو ميدسان دو ليتر هومان. لو ميدسان سبيسياليست اي لو ميدسان دو لورغان. شو معناتها؟ معناتها وقت اللي انا راسي يوجعني نمشي نشوف نورولو، وقت اللي جريجمي توجعني نمشي نشوف طبيب الانف، طبيب الاختصاصي، معدتي توجعني نشوف طبيب المعده. صحيح. الوغ كو وقت اللي انسان متقلق يمشي للطبيب الصف الاول، انا باش نستعمل طبيب الصف الاول اللي هو الطبيب العام ولا طبيب العائله، ولا خاطر زاده طبيب الطبيب العام ينجم يكون يخدم طبيب شغل كيف نحن زاده كيف كيف اللي نخدموا في الشركات معناتها، اما تكويننا طب عام ولا يخدم معناتها في السجون والاصلاحات. صحيح. معناتها الطبيب العام هو موجود في موقع المجتمع، وباش تلقاه هو معناتها ينجم يخدم في عياده خاصه، ينجم يخدم في مستوصف، ينجم يخدم في مستشفى، ينجم يخدم في دشرة، دونك هذا هو معناتها طبيب ديما هو طبيب الصف الأول اللي باش يتجاهله المريض، وهو من بعد يوجهه إذا كان يوجه إذا كان معناتها الحالة تستلزم الطبيب اختصاص، خاطر ساعات مثلا كي نجيو لبعض المناطق اللي ما فيهمش طب الاختصاص، الطبيب العام هو اللي ياخذ ينجم يولد، ينجم يداوي معناتها اختصاصات جلدية، ينجم يداوي هو يقوم برشا حاجات، وهذا ديما باش نعقب على الدكتور كلام الدكتور نادية اللي هو يستلزم التكوين المستمر وتوصيل المعلومة للطبيب العام، معناتها لاكتواليزاسيون تاع المعلومات نتاعو باش يكون اجور معناتها في العمل نتاعو. دوت لي مانيري ثقة يظهرلي تتربط ما بين لو باسيون، ما نقولش نحبش نقول المريض خاطر هي باهية التسمية نتاع طبيب العائلة، خاطر جينيرالمون احنا عندنا طبيب عائلة مثلا أمي أختي معناتها ولات معناتها ولات اون استوار معناتها حكاية، معناتها يقول لك أنا والله أمك نعرفها، ما هي اللي عندها مثلا يقول لك مثلا هي لطف ما عندهاش لا سكر لا ارتفاع ضغط الدم، ولكن يقول لك مثلا ما هي أمك مثلا عندها هكا، راهو فما إمكانية باش تكون أنت نجم بما أنه فما العامل الوراثة فإنه لا الله لا يقدر ينجم يكون عندك بداية متاع مثلا السكري، ماذا بينا تشخص معناتها كما نقولوا نحن هذا رابط الثقة اللي تربط ما بين المريض وطبيب العائلة، فإنه رابط يظهر لي كبير برشا، يعرف بريسك العائلة الكل. بالطبيعة هو ساعة باش نحكيه على توا ولا طب العائلة هو طب اختصاص، معناتها تبدلت المنظومة من 2019 وقررت قرروا باش يعملوه زادة طب اختصاص باش يكونوا معناتها يعرفوا كيفاش تصير تكوين نتاعهم، وهذه حاجة باهية برشا، ومعناتها احنا بيدنا لي ميدسان جينيراليست فرحانين بها على خاطر باش تكون كيما يلزم طبيب العائلة، هذه حاجة معناتها باهية برشا. علاقة الطبيب بالمريض علاقة تولي فاميليال فوالا علاش قلنا طبيب العائلة. أي خاطر احنا كي جينا المريض مش باش يحكي لنا كان على ساقه ولا لا، باش يحكي لنا على ولده اللي خذا الباك، بنته اللي عرست، هذيكم الحكايات احنا نسألوهم شنو أحوال الأولاد، وهما يسألونا زادة حتى على حياتنا، معناتها تولي فريمون علاقة حلوة برشا. هذاك علاش يظل الدور زاد كذلك طبيب العائلة، يعني هو نقولوا نحن مثال شنو نقولوها يدز شويه مع المريض نتاعو، خاصه كي تبدا مثلا بعض الحالات الاجتماعيه اللي
نعرف وما صعيب برشا راهو باش نمشيو خاطر مش على التكلفه كمان زاد التكلفه زاد عندها اهميه نقولوها معناتها فرق ما بين انا مانيش كشبه الاتاك لا سبيسياليتي لا بل بالعكس ولكن حتى من التكلفه الماديه فانه فرق ما بين الفيزيتا نتاع طبيب العائله وفرق ما بين الفيزيتا نتاع الاختصاص ممكن طبيب العائله هو حتى طبيب الاختصاص يمشي مع مريضه يدز مع مريضه ولكن يبقى دائما طبيب العائله ممكن هو لي بورت بارول نقولوا نحن نتاع المريض اللي ممكن تبدا بعض الساعات لا بلوبار نتاع الوقت ما نقولش بعض الساعات يكون معناتها كما قلنا مريض اللي تكثر عليه الامراض تكثر عليه الادويه ويقول لك انا دكتوره كيفاش باش نعم هذه اللي هنا ممكن من الانجازات زاد كذلك اللي تحتم على الجمعيه التونسيه الاجتماعيه للطب العام باش تاخذ بعين الاعتبار نوعيه هذه ممكن البعض نقولوا نحن هو المريض بطبيعته كيمشي للطبيب وكما قالت العلاقه تتطور المريض ما يجيش كان باش يحكي لك معناتها على المرض نتاعو ينجم عنده مشاكل نفسيه ينجم تعارك البارح مع مرته وطلع له الدم تنجم هذا الكل يجي يحكيه لك معناتها وكي تحب نحبوا نصلحوا وضعيه مش باش نعالجه كان بالدواء الطبيب العام ماهوش معناها كيقولوا احنا علاج ما نسميوش راهو علاج هو دواء لا علاج بصفه عامه منظومه كامله باش نعطيه الدواء باش نعمل الوقايه باش نشوف يا هل ترى فما المرض هذاك ينجم يتسرب لحد اخر من العائله نعمل وقايه العائله هذا الكل معناتها دور الطبيب العام باش يوجه هذا الكل ويحط المنظومه الكل كما قلنا دونك خذيناكم